بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع هذا الوباء والبلاء، فإنه سميع مجيب جواد كريم. إخواني وأخواتي من بيت ربنا عز وجل، من المسجد الحرام، من جوار الكعبة الشريفة، من مهبط الوحي، يتجدد بكم اللقاء لنتدارس آيات القرآن. وهل في الدنيا طريق وكتاب يقود الإنسان إلى الهدى سوى هذا الكتاب العظيم القرآن؟ هذا القرآن هو الباقي من وحي رب الأرباب جل جلاله على ما نزل عليه ونزل به جبريل عليه السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا تحريف، وذلك لأن الله جل جلاله هو الذي تكفل بحفظه، هو الذي تكفل بحفظه وأخبر عن هذا في كتابه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كتاب محفوظ بحفظ الله جل جلاله، والقرآن كتاب الحق ومصدر الحقانية، لأنه نزل من عند الحق سبحانه وتعالى، والحق جل جلاله لا يقول إلا الحق. فهذا هو الكتاب وهذا هو القرآن. لذلك كان أعظم دعاء يطلبه الإنسان من ربه عز وجل يطلبه الهدى، وهذا ما تضمنته أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، والتي تضمنت هذا الدعاء العظيم في وسطها، وهو قول ربنا عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ثم يأتي في صدر السورة بعد الفاتحة وبعد أن يذكر المسلم ربه عز وجل بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي الجواب مبينا أين يجد الإنسان هذا الهدى، فيقول الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يطلب الهدى والذي يسعى لتحصيل الهدى والذي يعنيه أمر الهدى والذي يثمن قيمة تحصيل الهدى
فليعلم علم اليقين أن الهدى سيجده في هذا الكتاب، كتاب الهدى، سيجد في هذا الكتاب الهدى، هدى البيان، هدى الدلالة، هدى الإرشاد، كل ذلك في هذا الكتاب الكريم. ولأن الله عز وجل أيضا قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأقوم الطرق وأسد الطرق سيجده الإنسان إذا رجع إلى هذا القرآن العظيم. فلذلك نحن نقف في درسنا هذا مع آيات من القرآن، مع آيات من كتاب الهدى. سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة، هي محل دروسنا ولقاءاتنا المتتابعة، وكان آخر ما وقفنا معه في درسنا الماضي الآية التي تسمى أو سميت بآية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان وقوفنا معها وعلاقة هذه الآية الكريمة بما سبقها من الآيات. واليوم ننتقل إلى ما بعد هذه الآية الكريمة المباركة، وهو قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في الآية السابقة والتي صدرت بقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ووقفنا مع التكرار الذي حصل في هذه السورة والمصدرة في عدد من الآيات بقول الله عز وجل: قل، قل يا محمد. وقلنا أن هذا التكرار كما ذكر أهل العلم أن هذه السورة وكأن هناك أمرا مرادا أن يبنى وأن يعمق وأن يتجذر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المؤمنين من بعدهم، أن هذا النبي الكريم، هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما هو متبع لأمر ربه، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل، إنما هو عامل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذا شأنه، هذا حاله. فالله جل جلاله في هذه السورة الكريمة والتي رأى الصحابة رضوان الله عليهم تلك المواقف من أهل الكتاب من اليهود ثم من الوفد الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، فنجد أن هذه السورة وكأن قضية تثبيت الإيمان هي قضيتها الأساس، قضية تثبيت هذا الإيمان في نفس الإنسان المؤمن، وأن من الأصول التي يقوم عليها هذا الإيمان التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يسبقه الإيمان بالله جل جلاله، وأنه متى ما كان في نفس الإنسان أدنى شبهة، وأنه متى ما قبلت نفسه أدنى شبهة متعلقة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان فتح على نفسه باب شر عظيم فيما يتعلق بقضية الإيمان.
وأن هؤلاء القوم الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقولون قولا والصحابة يسمعون، وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، وكانوا يتعبدون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشاهدون، والله عز وجل يحفظ على المؤمن إيمانه، والله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يكونوا أثبت ما يكون في قضايا إيمانهم. فلذلك نجد هذه السورة الكريمة اعتنت بهذا الأمر أيما عناية، قضية أن يستقر في نفس المؤمن أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه مبلغ عن الله، مطيع لربه، لا يخالف أمر الله، لا يخالف أمره في تصديق، لا يخالف أمره في بلاغ، لا يخالف أمره في عمل وتنفيذ. فلذلك ما يأمره الله عز وجل به فهو يقوم به صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا يقول الله عز وجل له أيضا بالتكرار كما في الآية التي سبقت، قل من المعني بقوله جل جلاله قل؟ المعني بلا خلاف هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد، يقول لمن ويقول ماذا؟ ففي الأول قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذكر الله عز وجل في الآية الأولى اتباع النبي صلوات ربي وسلامه عليه على حال الإفراد، ثم في الآية هذه قال قل أطيعوا الله والرسول، ليعطي دلالة واضحة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستقر في قلب المؤمن أن الطاعة له هي ليست طاعة لبشر مستقل منفرد بعيد عن وحي نزل عليه من السماء، إنما هنا الطاعة طاعة لرسول، طاعة لمبلغ عن ربه، طاعة لمن يتنزل عليه الوحي من الله جل جلاله، طاعة لمن هو مطيع لأمر ربه عز وجل. فطاعته صلوات ربي وسلامه عليه بهذه المعاني كلها إذن هي طاعة لله عز وجل. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى طاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شرط في حصول محبته لهذا الإنسان. فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحبه الله، من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون من المؤمنين. فاتباعه صلوات الله عليه شرط في الوصول إلى هذه الأمور، أن يكون الإنسان مؤمنا، أن يكون الإنسان تناله محبة الله العظيم جل جلاله. فإذا في الأول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على حال الانفراد في هذا الأمر بالاتباع،
ثم يأتي البيان ليتبين لكل المخاطبين أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بماذا؟ يفسر بأن الاتباع معناه أن يطيع الإنسان ربه وأن يطيع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يطيع الإنسان ربه، لأن طاعتنا لربنا عز وجل، لأن طاعتنا لربنا عز وجل إنما نعلمها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نعلمها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتنزل عليه الوحي، وهو الذي يبلغنا عن ربنا جل جلاله. فإذا طاعتنا لله عز وجل إنما بوابتها وطريقها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تفسيره قل أطيعوا الله والرسول. قل يا محمد أطيعوا، كما قلت، من المخاطب؟ من المعني بأن يخاطبه النبي، يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أطيعوا الله والرسول؟ من المفسرين من قال المعني بذلك اليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسكنوها، وما كان بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام من الجدال والنقاش والحوار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التصديق به والإيمان بالله وحده واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يدعوهم إلى الإيمان. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يرد على شبههم ويرد على أسئلتهم، فلذلك من العلماء من قال قل أي يا محمد لليهود أطيعوا الله والرسول. ومن العلماء من قال لما كان صدر السورة نزل فيما يتعلق بشأن وفد نصارى نجران، فقالوا المقصود هنا قل يا محمد لوفد نصارى نجران. ومن العلماء من قال الأمر على عمومه، فيكون هذا الخطاب لكل أحد من خاص وعام، من خاص وعام. ولا شك أن المعني بهذا الأمر هو كل أحد، فهو مأمور بهذا الأمر كل أحد من بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو معني بهذا الخطاب. قل أطيعوا الله، أطيعوا مما اتفق عليه أهل العلم أن الإسلام والدخول فيه ليس مجرد معرفة، وأن الإيمان ليس مجرد إقرار، وإنما هو معرفة وإقرار وخضوع وعمل. فلن يكون الإنسان مؤمنا مسلما حتى يكون بهذا الوصف عارفا بالإسلام. قل إن الدين عند الله الإسلام. وأن يكون مقرا
بهذا الأمر، الإقرار، ثم الطاعة لما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. فإذا أطيعوا أمر من الله عز وجل، وفهمنا ما معنى الطاعة وماذا يدخل فيها. فمن الطاعة المعرفة وطلبها، ومن الطاعة الإقرار بمقتضى تلك المعرفة الحقة التي مصدرها الوحي، ثم بعد الإقرار قضية الخضوع والعمل. فهذا كله هو الذي إن حصل تحقق لهذا الإنسان أنه مطيع، أنه مطيع. قل أطيعوا الله والرسول. فكما قلت هنا سابقا أن الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي معنى الأمر باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. أطيعوا الله، وطاعة الله سبحانه وتعالى تستلزم ماذا؟ طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن طاعتنا لربنا عز وجل إنما نحققها من خلال طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه. قل أطيعوا الله والرسول. الرسول هنا ذكر العلماء لطائف في هذه الكلمة الرسول، لم يذكر اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن ذكر الاسم إلى ذكر الوصف، وهذا له معنى. وأيضا الألف واللام، فما قال قل أطيعوا الله ورسوله، بل قال والرسول. فماذا قال العلماء في هذا المعنى؟ فذكروا ثلاثة لطائف في كلمة الرسول. قالوا أولا أن إضافة الألف واللام فإنها أعطت معنى لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الألف واللام هنا قالوا أفادت صفة الكمال والتمام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الرسالة. أليس الله عز وجل قد أنزل عليه الكتاب الكامل والدين الكامل التام؟ أليس الله عز وجل قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أليس الله عز وجل عندما ذكر القرآن قال ذلك الكتاب، أي هذا هو الكتاب الذي يستحق هذا الاسم؟ أليس هذا الكتاب ذكره الله بأنه هو الفرقان وهو التبيان وهو النور وهو الروح؟ أليس هذا الكتاب هو الذي ضمن الله عز وجل بقاءه إلى يوم القيامة دون غيره من الكتب السابقة؟ إذن الرسول تعني ماذا؟ دلت على أن المقصود هنا هذا الرسول الذي الله عز وجل أراد أن تكون شريعته هي الشريعة الباقية إلى يوم القيامة، وأن هديه هو الهدي الذي يجب اتباعه إلى يوم القيامة، وأنه لا يسع أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يتبع
أي شريعة غير شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن تبقى هذه الشريعة الخاتمة. فلما كان هذا النبي الكريم تعلقت به هذه الأمور، فلذلك وإضافة الألف واللام في الرسول، قال العلماء هذه المعاني دلت على أن الألف واللام هي أمر ثناء وتفضيل وتكريم من الله جل جلاله لرسوله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، الرسول. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قال العلماء أن كلمة الرسول كما أنها دلت على هذا المعنى في الكمال، قالوا دلت على معنى آخر. لما ذكر الله أن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة، وأن كل ما في الكتب السابقة من خير ومن حق ومن صلاح للإنسان، فتضمنها هذا الكتاب على أكمل وجه وأتمه وأحسنه. فإذا هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب. قالوا فقوله قل أطيعوا الله والرسول من هذا المعنى، قالوا إذن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لجميع الرسل والأنبياء، لأنه ما من خير في كتبهم إلا وهو موجود في هذا الكتاب الخاتم، وما من خير وصلاح وهدى دعوا إليه أقوامهم إلا وهو موجود في دعوته صلى الله عليه وسلم. قالوا فكلمة الرسول على هذا المعنى أعطتنا إشارة ودلالة على أن طاعة أن الله عز وجل يريد أن يبين لهذا المخاطب أن طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم تعني طاعة لجميع الأنبياء والرسل. وهذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، قالوا ذكر الرسول بهذا الوصف وعدم ذكر اسمه الصريح أيضا لكي يؤكد ويعزز ويعمق في النفس أن الطاعة لمحمد بن عبد الله إنما هي لأجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته لأنه رسول الله. قل أطيعوا الله والرسول. إذن هنا ماذا سيكون في قلب المؤمن من الطمأنينة والثقة والرضا؟ ماذا يكون عنده من الثبات وقوة العزم على التنفيذ وهو يسمع أمر ربه عز وجل له بقوله قل أطيعوا الله والرسول؟ فأنت تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله فإن تولوا، إن أعرضوا، إن لم يقبلوا هذه الطاعة وجحدوا بعد قيام البينة عليهم وبعد العلم وبعد بيان الحق في ذلك، فمن تولى، والتولي هنا تولي الجحود وتولي
عدم القبول وتولي الرفض وتولي من يريد أن يرتبط بشيء غير ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يجعل له طاعة ليست لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في الآية الأولى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المتبع مؤمن والمتبع يحبه الله. الذي يتولى ولا يقبل ليس بمؤمن بل هو كافر، ثم لا يحبه الله. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لا يحب من كفر بجحد ما عرف من الحق وأنكره بعد علمه. فإن الله لا يحب الكافرين. والأمر مرتبط بماذا؟ بالطاعة. قل أطيعوا. وأول ما يكون مع الطاعة حبها، أن تحب طاعة الله جل جلاله، وأن تحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: من أحب طاعة الله أحبه وحببه إلى خلقه. وهذا كما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل في الملائكة: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. فلذلك إذن هذه المحبة للطاعة مطلب. ولذلك الحذر من كره ما أمر الله عز وجل به، وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، الحذر من الكره. والله عز وجل ماذا قال؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن هم عملوا ولكنهم كارهين لما أمر الله عز وجل به، فكان ذاك الكره سببا في إحباط أعمالهم، لأنه لا بد مع العمل من الرضا والحب. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والله سبحانه وتعالى يأمر بالرضا، الإنسان يجده في نفسه نحو أمر الله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك إذن كلمة الإمام مالك: من أحب طاعة الله أحبه وحببه إلى خلقه. وأيضا أن الله عز وجل جعل كما قلنا الإسلام ليس فقط هو المعرفة، والإيمان ليس فقط هو مجرد الإقرار، بل لا بد من معرفة وإقرار وطاعة عمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فإذن قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبين الله عز وجل
أن محبته في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن محبته في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يطع وأعرض وتولى عن طاعة الله جل جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذن هو أخرج نفسه من دائرة الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله هو الخلاق وهو الخالق جل جلاله، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق، والذي خلق سبحانه وتعالى هو صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار. قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله خلق الكون كله، ولكنه اصطفى ما شاء من خلقه، فخلق الأرض واختار من بينها ومن بقاعها وأماكنها، اختار هذه البلدة المباركة مكة، شرفها الله فهي خير أرض الله وأفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، فجعلها حرما آمنا، واختارها لهذا البيت الأول الذي جعله الله عز وجل قبلة ومثابة للناس وقياما للناس وهدى للعالمين، وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأوجب على المسلمين الوفود إليه، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هذا هو البلد الحرام الذي اصطفاه الله عز وجل من بين الأرض كلها. والله خلق الزمان واصطفى من الشهور رمضان، ومن رمضان العشر، ومن العشر ليلة القدر، واصطفى الله من الزمان يوم عرفة، واصطفى الله من الزمان يوم الجمعة. والله عز وجل خلق البشر وخلق الملائكة، واصطفى من الملائكة من كلفوا بحمل الرسالة إلى الرسل، كما قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمن الملائكة من كلفوا بتبليغ الرسالة للرسل من البشر، فلذلك من المصطفين جبريل عليه السلام، لأنه هو حامل الوحي إلى الرسل والأنبياء. ومن البشر اصطفى الله عز وجل الأنبياء، ولذلك اتفق العلماء على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين فضلا عن عموم البشر، وهذا لا خلاف فيه ومحل إجماع. فالأمة أجمعت على ذلك. ثم أن الله فضل بعض النبيين على بعض، كما أخبر الله عز وجل في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.
ثم في مبدأ التفضيل بين الأنبياء، فالله عز وجل فضل أولو العزم من الرسل على عموم الرسل. إذن الأنبياء فضلوا على سائر البشر بمن فيهم من الصديقين والشهداء والصالحين، ثم أفضل الأنبياء الرسل، ثم أفضل الرسل أولو العزم منهم، وأولو العزم هم أولئك الخمسة الرسل العظام الكبار في منازلهم، وهم نوح عليه السلام، وخليل الله إبراهيم، وكليم الله موسى، وروح القدس عيسى، ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله عز وجل أفردهم بالذكر في أكثر من آية، في أكثر من آية، منها قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا هو صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هؤلاء أولو العزم وهم أفضل الرسل. ثم أفضل هؤلاء الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهما، ثم بين الخليلين سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التفضيل هو حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس من حقنا أن نفاضل بين الرسل بدون علم الوحي، لذلك نهينا ونهي الناس عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالتفضيل الذي لا يقوم على وحي منهي عنه، والتفضيل الذي يراد من ورائه إثارة العصبية والنعارات منهي عنه، أما التفضيل المبني على الوحي المسلم بفضل الأنبياء على عموم الناس، ثم فضل الرسل على الأنبياء، ثم فضل أولي العزم على بقية الرسل، إذن هذا التفضيل المبني على علم الوحي فأمر مقبول. ثم أن المراد منه أن الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل صاحب حق في أن يختار ويصطفي، وأنه اختار واصطفى وفاضل بين الأنبياء، وأنه أخبر عن ذلك. فلذلك إذن نحن دورنا دور المتلقي المطيع، قل أطيع الله والرسول. فإذن هذا باب أيضا من أبواب الطاعة، يتمثل فيه جانب الطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قضية التفضيل. فيقول الله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، ذكر عبدين صالحين، وذكر بيتين مباركين منتميين لعبدين صالحين. إن الله اصطفى آدم، اصطفى بمعنى اختار، والاصطفاء هنا مع الاختيار فهو يعني تفضيل وتكريم وعلو رتبة ودرجة عند الله عز وجل، ويعني اختصاص بأمر وعطاء، هذا معنى الاصطفاء. إذن الاصطفاء اختيار، اختيار في عطاء، واختيار في فضل،
واختيار في منزلة ورتبة لهذا المصطفى. فمن هؤلاء الذين اصطفاهم الله من بين البشر؟ قال: إن الله اصطفى آدم، آدم أبو البشر اصطفاه الله، فكان اصطفاؤه في عطائه له، فالله عز وجل خلقه بيده، والله عز وجل علمه الأسماء كلها، والله عز وجل أسجد له الملائكة، والله عز وجل أسكنه جنته، والله عز وجل غفر له ذنبه، والله عز وجل هداه، والله عز وجل جعله في الأرض خليفة. إذن هذا اصطفاء لأبي البشر آدم عليه السلام، وهذا اصطفاء تشريف وتكريم وتفضيل. لذلك كان يثنى على ذريته بماذا؟ بنسبتهم إليه، فيقال: يا بني آدم، نسبة تشريف وتكريم لعبد اصطفاه الله فأعطاه وكرمه. إن الله اصطفى آدم ونوحا أول الرسل بعد آدم عليه السلام. نوح أبو البشر الثاني، وكل البشر من ذريته، البشر من بعده من ذريته، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه مخبرا عن هذا الاصطفاء لنوح عليه السلام. فالله عز وجل إذن البشر كلهم من ذرية آدم إلى نوح، ونوح من ذرية آدم، ثم من بعد نوح فهم من ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين، فذرية آدم هي الباقية، فهو أبو البشر الثاني. ونوح عليه السلام بعثه الله عز وجل على حين فترة ظلت فيها البشرية وانحرفت انحرافا كبيرا عن الهدى الذي كان عليه الأب الأول آدم عليه السلام، وأغواها إبليس وصرفها عن الحق، وأن ذلك الانحراف تجذر في النفوس. فنوح بقي في قومه 1000 عام، إلا 50,000 سنة، إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهو يعطي دلالة على تجذر الانحراف الذي حصل في البشر في تلك الحقبة. لذلك كانت العقوبة عظيمة وكبيرة، فالله عز وجل قطع دابر أولئك القوم، وما أبقى لهم نسل، وغيرت معالم الأرض بالطوفان الذي كان زمن نوح، حتى لا يبقى للناس شيء يذكرهم بذلك التاريخ الذي كانوا عليه من الجحود والكفر. فنوح عليه السلام إذن هو ذاك النبي العظيم كبير القدر رفيع الشأن الذي واجه ذاك الطغيان كله لوحده، وثبت تلك الأعوام الطويلة، وسلك كل وسيلة، كما ذكر الله عنه في القرآن: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا نوح، إذن اصطفاه الله. إذن آدم ونوح. ثم ذكر بيتين، فذكر الأول آل إبراهيم، والثاني وآل عمران، وأن التفضيل لهؤلاء الأربعة على العالمين، على العالمين. وهنا نحتاج إلى وقفات بعد أن تبين لنا معنى الاصطفاء
والتصدير إن الله هذا حقه وهذا الأمر له جل جلاله، وأن الأمر حصل منه، إن الله اصطفى اصطفى، إذن هو أمر قد تحقق وكان، وليس لأحد أن يغيره، وليس لأحد أن يرفضه ثم يدعي أنه مطيع لله. إن الله اصطفى آدم، فإذا عرفنا اصطفاء آدم ونوحا، وعرفنا اصطفاء نوح أن يكون هو الشخص الذي تقوم به حجة الله على أولئك القوم الذين جحدوا وكفروا، ليكون في ثباته وطاعته لربه على أنه لوحده، طاعته لربه وإظهار ذلك للناس عملا منه وبلاغا لهم، فقامت الحجة عليهم، فعندها يستحقون نزول ذاك العذاب العظيم، عذاب الإبادة والبوار وقطع الدابر، بحيث لا يبقى لهم نسل من بعدهم ينتمي إليهم. فكان نوح هو الذي كلف بتلك المهمة العظيمة الجليلة. إذن هذا نوح. ثم قال ربنا عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآل تطلق على الأهل، فآل فلان أي أهله وجماعته وقبيلته وأولاده وأقرباؤه، هذا بمعنى الآل. وأيضا تطلق الآل على الأتباع، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون، فآل فرعون أتباعه، فإذن آل إبراهيم. هل المقصود أولاده وأهله، أو المقصود أتباعه؟ فمن قال أتباعه يستدل على ذلك: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ومن قال المقصود ذريته ومن ذريته الأنبياء والرسل من ذريته، يستدلون على ذلك بالآيات التي ذكرت هذا الأمر في كتاب الله عز وجل. فإذا آل إبراهيم آل إبراهيم، فإذا يدخل في ذلك أولاده من الأنبياء والرسل، فيدخل في ذلك إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وداود ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء من آل إبراهيم. والله عز وجل أخبره عندما سأل الإمامة لذريته، قال له: لا ينال عهدي الظالمين. فلذلك آله إذن هم هؤلاء الصفوة من الصالحين من الأنبياء والرسل. نقف عند هذا المكان من هذه الآية الكريمة، ونكمل ذلك في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.